أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رأيي. النهاردة اتشيع في أحد قرى مدينة المحلة بمحافظة الغربية في وسط دلتا مصر جثامين ل 17 شخص من أسرة واحدة. هم معظمهم ضحايا انفجار السيارة اللي انفجرت من يومين أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة. وزارة الصحة أعلنت أنه وفاة أو حدث أو نتيجة هذا الحادث في وفاة ل 22 شخص وإصابة العشرات. الطب الشرعي حدد هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين وصرحت النيابة العامة بدفنها. بينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة، كانوا بيستقلوا يعني كانوا موجودين في سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم. طبعا الوالد توفى والعم ومعظم أقاربها في الحادث. وزارة الداخلية المصرية كانت اعتبرت الحادث عمل إرهابي واتهمت جماعات مسلحة بتسمي نفسها حركة سواعد مصر أو حركة حسم، اتهمتهم بارتكاب هذا الحادث. لمزيد من المتابعة أعزائي المشاهدين ينضم إلينا الأستاذ سعيد عباسي الناشط السياسي المصري. أهلا بك أستاذ عباس. أهلا بحضرتك فندم. أستاذ عباس، بداية يعني كيف ترى هذا الحادث الأليم من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عزائنا لأسر الشهداء وللشعب المصري، كل يوم في حادثة مختلفة وحرائق وانفجارات والإرهاب المحتمل اللي كان بيقول عنه المجرم الصهيوني عبد الفتاح السيسي بقى إرهاب حقيقي بفعله وفعل المجرمين اللي بيساندوه وبيساعدوه. كل مرة يطلع برواية مختلفة وكل جريمة بتطلع بروايات متعددة بتناقض الأخرى. في البداية قالوا إن في سيارة ماشية عكس الاتجاه كانت هي اللي بتحمل المتفجرات، وكأن الجاني أو المجرم اللي رايح ينفذ الانفجار ده رايح يقول لهم تعالوا لي أنا ماشي عكس الاتجاه وامسكوني عشان أنا رايح أفجر حاجة. يعني منتهى الاستخفاف بالشعب المصري، منتهى احتقار العقول الناس اللي بتفهم. الإجرام اللي حصل في المعهد هو تكملة لمسلسل حرائق في العتبة وحرائق في كل مكان في القاهرة. محاولة إخلاء للأبنية دي في المناطق اللي هي ثمينة ماليا، وبيحاولوا يبيعوها للإمارات اللي هي جاي يتبرع ب 50 مليون جنيه، وده تقريبا عربون لشراء الارض وشراء وبناء مشاريع خاصه بالامارات. يعني ده دفع، اعتقد من وجهه نظري انه دفع الفواتير للامارات الصهيونيه. طب ايه الفاتوره في انه يفجروا او يعني او يتم تفجير حاجه زي كده في عند معهد الاورام؟ يعني ايه الفكره او ايه الرساله؟ او هو بيخلي المكان، عايز يخلي المكان بطريقه يعني مقبوله ان حصل انفجار وحصل تلف في المبنى فاروح اغير بقى. طيب انت شايف حضرتك الانفجار ده عباره عن ايه؟ يعني هو كان قوي جدا لدرجه انه مش عربيه اصطدمت بعربيه تانية فانفجر او حدث انفجار، يعني انفجار اقرب الى قنبله. أنا شايفه إن هو إرهاب من الدولة، إرهاب من أجهزة الداخلية، أجهزة الجيش، أجهزة الدولة هي الوحيدة اللي تقدر تنفذ حاجة بالإجرام ده. وأسهل حاجة لزقها الإخوان، فبقت حاجة يعني منتهى الاستخفاف إن هم نفس السيناريو اللي ماشيين عليه وسهل جدا ألزقها لأي حد، وما فيش حد غير الإخوان اللي ألزقها عليه وحسم وغير حسم، مع إن ما فيش وجود للإرهاب أصلا. يعني لو كان في ناس من الإخوان عايزة تعمل حاجة هتعمل في المجرمين اللي بيقتلوا فيهم، مش هيعملوا في الناس الغلابة اللي هم طول عمرهم بتواجدوا عشان يساعدوهم. يعني منتهى الاستخفاف بالعقول. الروايات كلها متضاربة، روايات الشرطة، طيب. روايات وزارة الصحة الأغلبية. نعم. طب في سؤال برضو أستاذ عباس بيطرح نفسه في هذا الموضوع.
أستاذ سعيد عفوا، دلوقتي لو الدولة أو النظام هو الذي وضع هذا الموضوع وهو الذي اخترع وابتكر هذا الموضوع من هذا التفجيرات وهذه الأشياء، ليه إن في يعني اللي بيجهز شيء مثل هذا بيجهز السبب؟ ليه يعني تضربت الآراء والأسباب داخل أو على لسان وزارة الداخلية؟ قالوا إن عربية انفجرت، وبعد كده اتغير الوضع إنه لأ ده عمل إرهابي، وبعد كده لأ ده عمل إرهابي تابع لحسم وحسم نفت. ليه النظام هيوقع نفسه في هذه الأشياء ويربك المشاهدين والرأي العام؟ ممكن كان يجهز إجابة موحدة ولا يعني يسمح بالشك في روايته؟ ما هو بيطلع الرواية وبيلاقي الناس مش مصدقاها والناس مش مقتنع بيها، فبيضطر ان هو يغير الرواية. ودي سبقت في حوادث كتير تكررت، يعني من انفجارات لمديرية امن المنصورة لغيرها لغيرها، الحرائق اللي حصلت نعم. في فنادق وفي العتبة وفي غيره، كل دي حوادث متكررة متعمدة. بتطلع الرواية الناس ما بتصدقهاش ما بتقتنعش بيها، فبيضطر الداخلية ان هم يغيروها لحاجة تانية. طيب انت عايز تخلي المكان، يا سيدي بلاش تقتل الناس، بلاش تقتل الابرياء، غير المكان، حط مبنى جديد وقول احنا هننقل المرضى وهننقل الناس دي لاماكن جديدة. عايز تشيل الناس الغلابة اللي في العتبة، شيل الناس الغلابة اديهم اماكن جديدة بتعويضات محترمة ومناسبة، وبيع بقى زي ما تبيع، بس بلاش تتاجر بارواح الابرياء. هم اقل شيء ان هم اجهزه الانقلاب، اقل شيء ان هم يفكروا فيها ارواح الابرياء، مش في دماغهم دي خالص، مش في دماغهم دي خالص. وبعدين التناقض ده في كل رواياتهم، كل حادثه بتطلع سواء حادثه ارهاب او حادثه قتله او حد بيطلع روايات متضاربه، بيطلع في الاول روايه الناس ما بتصدقهاش والناس ما بتقتنعش بيها. بدون مقاطعة كلامك، في ناس بتعتقد أنه هذا الحادث يعني أي جماعة فعلا حد إرهاب أو شيء عمل الموضوع ده في الداخلية، يعني الصراع ما بينه وبين الداخلية. في ناس بتقول هذا الموضوع لأن رواية الداخلية بعد ذلك تضاربت، إن هي كانت عايزة تتدارك الأمر فقالت رواية ما تصدقتش فقالت رواية تانية وهذه الأمور، فكانت هي لعبة إجرامية ما بين الداخلية وبين يعني جماعة معينة. في ناس معتقدة هذا. سيدي هو اللي معاه الإمكانيات ديت، إمكانيات الدخول، إمكانيات التفجير، أجهزة الدولة سواء بقى يعني الداخلية أو نعم. أو الجيش أو صراع بين السلطة، أجنحة السلطة دي موجودة. يعني في أنا شفت معلومة إن في سيناء بئر العدل تحديدا بيعرضوا على شباب من شباب بئر العدل ان هم يسلحوهم ويديهم فلوس ويديهم عربيات دفع رباعي وغيرها، وهيقوموا بمهام محدده، وشباب سينا رفضوا الكلام ده. فدي بطلب من المخابرات الحربيه نفسها. نعم. فقد يكون ان ده تضارب بين المخابرات الحربيه وبين اجهزه الشرطه، بين الجيش وبين الشرطه، ولكن اجنحه الشرطه هي اللي تملك الامكانيات وهي اللي تملك الاجرام، هي الوحيده اللي معاها الاجرام ده، وهي الوحيده اللي عندها ارواح الابرياء، ارواح الشعب المصري رخيصه فبتتاجر فيها، مش مشكله عندها الناس تموت، مش مشكله عندها دماء الشباب، مش مشكله عندها اختفاءات قصريه، مش مشكله عندها يعتقلوا الالاف او مئات الالاف في السجون. هم دول اللي يقدروا يعملوا الكلام ده. في برضو أستاذ سعيد يعني ربط ما بين هذا الحادث وما بين قرار الخطوط البريطانية أنها تعلق رحلاتها لمصر من فترة قليلة وبعد كده رجعت الرحلات. هل تعتقد أنه في علاقة أنه كانت الخطوط أو النظام البريطاني ممكن يكون شايف أنه الفترة دي هيحدث فيها أشياء فمنع الطيران لفترة وبعد كده رجع؟ لكن في بعد زمني ما بينها وبين الحادث، يعني حتى لو قليل لكن في بعد زمني، ما حدث في هذا الأسبوع اللي علقت فيها رحلات الطيران. هل تعتقد أنه في هناك ربط بشكل أو بآخر، خيوط؟
اعتقد يعني بنسبه كبيره ان في ربط بينهم، واعتقد كمان ان اجهزه الانقلاب اللي كانت بتخطط للاجرام ده كانت لما شافت الفضائح وشافت الناس بتكتب وبتعلق ان في حوادث اجراميه هتحصل، اعتقد ان هم رحلوها لفتره اكتر من اسبوع عشان تكون الناس نسيت الموضوع ونسيت تعليق الرحلات. ومش غريب عليهم خصوصا ان احنا بنعرف اخبار الانقلاب واخبار الاصراعات بين اجنحه السلطه من الخارج، من مخابرات سواء الامريكيه او الاوروبيه او غيرهم يعني. فاحنا بنعرف اخبارهم، بنعرف اخبار الانقلاب واخبار تصارع السلطه من الناس من الخارج مش من الداخل، من الداخل طيب. ما بنعرفش حاجه. نرجع للموضوع في صلبه، كان محمد صلاح اللاعب المصري محمد صلاح اتبرع بمبلغ 3 مليون دولار من أجل ترميم المعهد، يعني كيف ترى هذا التبرع؟ مبلغ كبير جدا ممكن أنه يفعل أشياء كثيرة يعني مش فقط ترميم المعهد. هو جزاه الله خير يعني أنه هو على صلة وشايل هم بلده وشعبها، وإن يعني حاجة كويسة أنه هو يتبرع. هو محمد صلاح كبير. محمد صلاح ما شافش زي بقية الشعب انه الحكومة اللي بتعمل هذا الموضوع من فترة يعني ما قراش هذا الموضوع، ولا هو بيعطي هذه الأموال فعلا ل هي الفكرة انه سيعطي هذه الأموال لمن؟ يعني هيتبرع لمن؟ هيتبرع لأجهزة الدولة. طب ما هو أجهزة الدولة لو هي اللي عاملة الموضوع ده، طب ما هتاخد الثلاثة مليون أو تاخد جزء كبير منهم. يعني محمد صلاح لم يدرك لهذا الموضوع؟ لا أعتقد أن محمد صلاح يعني إما ليس مدرك لهذا الإجرام بتاع النظام الانقلابي، أو أن هو مجبر أن هو يتبرع وانطلب منه أن هو يتبرع زي ما طلبوا منه قبل كده أن هو يتبرع لصندوق تحيا مصر. فمش بعيد، دولة بتبتزل الجميع وبتمتص دماء الجميع، فمش بعيد ان هم يكونوا ابتزلوه وقالوا له احنا عايزين مبلغ كبير. والا هم طبعا شفنا ان هم سووه قبل كده باسرته وامك عندنا والكلام ده، شفنا وتابعنا الكلام ده لما كان فيه بينه وبين اتحاد الكره ازمه. فمش بعيد ابدا ان هو يكون مبتزينه ان هو يتبرع بمبلغ كبير. طبعا 3 مليون دولار مبلغ بالنسبه لمحمد صلاح ربنا يزيده برضه مش كبير يعني، يعني ما شاء الله بياخد تعبه طبعا وجهده بياخد مبالغ كبيره، فبالنسبه له 3 مليون بالنسبه لنا احنا مبلغ كبير جدا ومبلغ ضخم، وممكن يبني على حسابه معهد اورام جديد ويقول انا متكفل بالكلام ده. ولكن يبدو ان اجهزه الدوله لها لها غرض ان هي تاخد الفلوس كاش يعني. نعم استاذ سعيد، بالنسبه يعني للضحايا، خلاص احنا يعني اتكلمنا كثيرا في من يفعل هذا وهي النتيجه والصراعات داخل السلطه او غيرها. الناس اللي ماتت 17 شخص من اسره واحده يعني مش متفرقين، حضرتك عندك اي معلومات عن هذه الاسره او يعني عايزين نعرف تفاصيل هذا الموضوع من خلال هذه الأسرة يعني التي توفت؟ يعني أنا ما عنديش يعني معلومات شديدة عن الأسرة المنكوبة، ربنا يجعلهم في عداد الشهداء والصديقين. ولكن أسرة زي أي أسرة في مصر احنا بنحزن لمصابها وبنتألم لألمها، أي أسرة في مصر بنتألم على المصاب اللي بيحصل لها. في نفس الوقت انا شفت حاجه مستفزه لعمرو اديب ان هو فاتح اوكازيون بيقول انا بلم تبرعات مليون معانا دلوقتي 3 مليون معانا. عايز اقول له ايه رايك يا عمرو تروح انت واسرتك تبقى في مكان زي ده ويتم اصابتك بنفس الاصابه واحنا نفتح لك اوكازيون ونفتح لك مزاد عشان نلم تبرعات عليك. هتنفع ايه التبرعات للناس اللي ماتت؟ هتنفع ايه التبرعات؟ يعني خلاص دي حاجات وفاة. هتنفع ايه التبرعات بالناس اللي اتحرقت؟
نعم نعم، فربنا ينتقم من كل ظالم طبعًا. اللي بيقتل. نعم يعني احنا بنقول كمان انه يعني الضحايا المصريين في كل مكان في كل وقت، يعني هي دي الفكرة وده الفوكس بتاعنا، انه بتتم هذه العمليات في كذا حتة، لكن يعني اهم شيء عندنا ارواح الناس لان هي مش لعبة. نعم. معهد الأورام أستاذ سعيد، كيف ترى معهد الأورام؟ هل في شكاوى من معهد الأورام، ولا يعني في ضغط عليه شديد، ولا محتاج يعني شكل من أشكال التجديدات؟ كيف ترى يعني معاناة مرضى معهد الأورام؟ هو طبعا زيه زي أي مكان في مصر دلوقتي بيعاني من الإهمال، وبيعاني من الابتزاز، بيعاني من قلة الإمكانيات. كل مؤسسة دلوقتي، سواء وزارة الصحة بالذات، يعني فيها عجز جديد في كل حاجة، في أجهزة، في إمكانيات، في دكاترة، في ستاف، في كله. يعني انت بتروح أي مستشفى حضرتك في الخارج في أوروبا، ما تعرفش الفرق بين مستشفى عامة ومستشفى خاصة. بتاخد المعاملة في المستشفى العامة بمنتهى الاحترام، بمنتهى الاحترافية، وبمنتهى الاهتمام، سواء ابن فقير، ابن غني، ابن ملياردير، ابن شحات، كلهم بيتعاملوا بنفس المعاملة ونفس المستوى ونفس الاحترام. فده اللي احنا عايزينه، يعني مش في معهد ناصر، معهد الأورام، معهد القلب، معهد ناصر، كل المقيم على صحة الناس. وزارة الصحة لازم كيف ترى تعامل وزارة الصحة مع هذا الحادث؟ بمنتهى اللامبالاة، ومؤتمر صحفي 5 دقائق زي تأدية واجب وخلاص، وهيصرفوا لهم 5000 جنيه وخلاص كالعادة، وهيتنسي الموضوع لغاية ما نصحى على مجزرة جديدة زي المجزرة بتاعت معهد الأورام، زي أي مجزرة بتحصل كل يوم والتاني. احنا بقينا بننتظر كل يوم، بنصحى عليه بنقول ربنا يستر على مصر وعلى شعبها. كل يوم بننتظر ان في مصيبه جديده، الراجل جاي يخلص على الشعب المصري، جاي يخلص على الغلابه، جاي يخلص على الفقراء. احنا طبعا يعني خالص تعزينا لكل المصريين، وبالاخص يعني الاسره التي لقت حتفها، يعني او العائله او جزء من عائله كبير لقى حتفه، يعني بنقدم له يعني اشد التعازي في هذا الامر ولذويهم. يعني احنا طبعا بنشكرك طبعاً. شكرا جزيلا استاذ سعيد عباسي على هذه المداخله، اثرتنا بمعلومات كثيره عن هذا الموضوع، لانه موضوع يعني شائك جدا وحساس جدا، وبسببه ضاع ارواح كثيره. في نهايه الحلقه اعزائي المشاهدين، مرة تانية بنشكر الأستاذ سعيد عباسي الناشط السياسي المصري. وبهذا القدر أعزائي المشاهدين تنتهي حلقة اليوم من برنامج رأي، ولكن على وعد بلقاء في الأيام القادمة بإذن الله تعالى في حلقات جديدة وأسئلة جديدة، ودمتم في أمان.